جاب معايا الصفر، قال لي بقى لي خدي هاد الصفر زويني شي كذب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بخير. نجرف رجليا. المهم انا غزالة جيت لكم الفيديو وانا خارجه. جنات خارجه معايا، جنات وصابرين وحكيمه خليناها مع المويمه. المهم الحمد لله البنات وصلت الوالده على خير، خير وبخير. المهم خارجه حنايا ناخذ ليا شي حاجه، ناخذ شي ضربه ما عنديش، بغرض الغديوه ان شاء الله. المهم فرحوا بالمويمه. اويلي هذا ماله جاي امام بغيتي كراميل؟ كاين الصهد، نرجع نطيب ان شاء الله شي غديوه تكون زوينه. مين وهانتوما معايا ان شاء الله فهاد النهار؟ كاين موت الكحله، مالكي؟ يلا ماشي مشكل، يلا اش ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وملاك فنعش تاني في الرزان. خواتاتي كيف ما كتشوفوا، صافي اختكم جيت من عند الخضار، صافي دست هنايا رديت البنات الحيمات درتهم يطيبوا اختكم. المهم غندير درت حطيت شويه البرقوق حتى هو صايبتو. ايوا هنايا كيف ما كتشوفوا دست نصوف شليده البنات، درتها في هذا المول العجيب الصراحه. كنشقو فرحانه، غنطير بالفرحه والله البنات حاحيت. عشان نقول لكم البنات والله الله يخلي لكم والديكم، والله يخلي لكم ميمات ديالكم البنات، الله يخلي لكم ميمات ديالكم. واللي ماتت ليه الميمه ديالو كنقول ليها الله يرحمها والله يوسع عليها يا ربي. المهم هنا الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا، صافي سلقت شويه الخضره، درت ليها شويه الربيع، نسمتها، ما درتش البزار البنات على حساب المهم انا نقسم البزار ربما كياكلش البزار. صافي نسمتها غير بشويه الخل، ونسمتها بزيت الزيتون، وقطعت شويه واحد البصيله، وكيف ما كتشوفوا جات بحكه شليده، جات زوينه بهذه الطريقه. ودست شويه حتى الفلفله البنات، لانها كنديرها بواحد الطريقه زوينه بحكه بزيت العود وشويه الخل وريوز ديال الثومه، كتجي حتى هي زوينه. درتها في الطبيسلات كيف ما كتشوفوا، صافي وقدمتها بهاد هاد الطبيسلات هادو كنشتهم من المغرب. الغزالات كيف ما كتشوفوا، وجدت ديسير غسلتو غديتو شليده درتها تبرد. عشان نقول لكم شحال زوينه كتكوني بحال كتوجدي، ما كديهاش كاع في التوجاد ولا في الشقه، ملي تكون المويمه حدا كنتي كتحطي معاه وتسقلي فيها. حتى البنات غيحسوا بيا جميع الاخوات اللي كيبركو حتى المويمات ديالهم ويتحتوا معاهم، وعرفتوا تسقلوا على المغرب وهذيك دايره. ايوا هادشي اللي كاين. الغزالات كيف ما كتشوفوا بالنسبه للكويميله ديالي انتوما، خضرتها بشويه الزيتون وشويه البرقوق اللي درتو، زينته بحكه بشويه القرقاع، وكانت هادي هي الغديوه ديالنا البنات. صراحه جات بنينه، وخا درت ليها صراحه غير خلاوها ردان بالعقل. وهنايا بالنسبه للطرطه اللي شاركت معكم غدينا البنات، كيف ما كتشوفوا جبت هاد الطرطه اللي شاركت معكم البارح، اللي ما شافهاش رجع الفيديو. انا غدينا معكم، جيت نكمل معكم الفيديو. المهم البنات كيف ما كتشوفوا دابا كحدايا غندوز نقيس شي بيجامات،
جابتهم ليا بزاف البنات اللي كيسولوني زعما ملي كتاخذي البيجامات. المهم البنات البيجامات مال المغرب هنا راه ما كناخذش. المهم غندوز نشارك معكم اول بيجامه هانتوما البنات وغنقيسها وشوفوا كيف جاوني. المهم هادو راه مخفاف ديال دابا ما طويله والسروال ديالها والثانيه فيها البنات ريبيت هانتوما هادي الحمر سكتت لي قال الاحمر ولا زوحه حمراء. المهم هادي تيف من البنات ايوا يعني فيها هذا لتحت والسروال ديالنا هادي فنان. المهم نقيسها ونشوفو كيفاش جاتني مفنة زوين. وهاذي أنا عزازي من ليها الطويلات هادا خفافات فنة عزازي زوين. هذا كنا باغيينو الوالدة قبل ما نولد بغيت شي حله. المهم انتم هاد الجديدات هذا جابت جاب ليا المهم جاب ليا المرت خويا وليا كيف ما كتشوفوا فنين هذا المهم البنات الخدام قبل الولادة صحاب راسها غتجي تحضر لينا الساعة ما كتبش فنين. شوف السيد ديالو بشحال زوين ونشارك معكم هادو البنات ديال البنيات هادشي البنيات صافي موريا ليكم السريويك ديالها حتى هي السميطة ديالها. المهم هادو كيف ما كتشوفوا جابتين بحال بحال هادي فنات زوين صافي تلبسي ديما البنات كيف ما كتشوفوا هاد البيجامه الثالثه تعادي فنة جاتني واعره جاوا هادي واسعه وكلشي انا كنت جاتك زوينه غالي جات عندي هاد شويه ماشي مشكل عرفتي فاش هادي شويه ضيقه هانت انا ما عنديش شويه نضيق علاش حساب حيت كنصبر نحط معاك كندير كاميرا هادي مرتاحه نصور مرتاحه طويله طويله الصوره ها او معاد زويه معاد مشامش او يعرض الزيف الوالده الله يدخل لا
معايا الصفر. قال لي بقى لي خدي هذا الصفر زوين شيك زوين. نحبس معكم الفيديو هنايا، غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله. ها سير وراه ديال قميص عاد نفس التليفون بسيء نتفتح خمسه بسيء. المهم نحبس معكم الفيديو هنايا، نقول لكم باي باي عليكم، تهلاو في ريوسكم، تنساوش دائما انني احبكم في الله، قبل عليكم باي باي عليكم وتزوي هواي.